غلطانة الأم عم بتقول إذا بتصير مشكلة واحدة بالحرم لك رح تنفي كل اللي بيشتغلوا هون على الصحراء. مشان هيك يا ست فريال أوعك تغيب عيونك عنهم. ما هو طبيعي بس يروح جلالة وسلطان على الحرب بتصير أم السلطان تأمر وتنهي بالقصر. ماشي رح انتبه. انت اطمن. طلع واحدة مثل هي كيف بدي اضبطها؟ شايفة؟ عم تتصرف وكأنها سلطانة. عم تناديني لروح لعندها. أنا رح وقفها عند حدودها وهلأ بتشوفي. يلا. شوفي يا ست هيام. سنبولة، ما قلت لي بدك تعطيني درس وتعمل لي جولة بالقصر؟ الله يقطع لسانك. مو سنبولة، سنبل آغا. قولي مزبوط بالأول. كتير زعلتني منك يا سنبل آغا. انت ما بتعرف انه بكرة بس يرجع السلطان سليمان من الحرب المفروض انه هيام خان ومتكون متعلمة كل دروسه؟ طيب روحي هلأ وبشوفك بعد الظهر وبدرسك. يلا هلأ روحي على غرفتك ولا تعلقي مع حدا. يلا. يوفقك. اكتبي لي كمان حاجة. المكتوب ما بده أكتر من هيك. خلصنا بقى. يا ترى إمتى رح شوفك يا سلطاني؟ والله فراقكن عني أصعب من الموت. ايه اكتبي هي. عايشة خلصنا بقى. قلتلك ممنوع. هيام خانم وطي صوتي. لا تأخذيني ست درة، ما انتبهت. السلطانة الأم بحديقة القصر بدها تشوفك. السلطانة الأم؟ مولاتي رضيانة عني؟ ايه ورضيانة كتير كمان. هي عم تستناكي. يلا يا ست فريال لا تتأخروا. إذا السلطانة الأم مو زعلانة والسلطان سليمان بيموت فيني. درة شو قال عاشور بيك؟ عجبته البنت؟ إيه شو عجبته؟ وقع بحبها دغري.
هيام خانو تعالي معي. ليش خير؟ يعني شو بدك مني؟ أنا غلطت بشي؟ لا تخافي، قومي معي. يا ست درة، نحن لوين رايحين؟ أنا ماني مطمنة. ليكون في شي عقوبة؟ قليلي شوفي. خلاص هلأ انتهت كل أيام العبودية، انتي مع التجارية رح تروحي عروس على قصر أدرمون. السلطان سليمان عم يستناني بقصر أديرنا؟ لا، السلطانة الأم رح تجوزك لابن الوزير قاسم باشا. بس أنا رح كون عروس للسلطان سليمان، ولا نسيتوا هالشي؟ شو أنتي طرشة؟ فهمي شو عم بحكي معك، رح تتجوزي ابن الوزير قاسم باشا وبدك تروحي على أدرنا، وهالأمر ما في مفر منه، ورح تروحي من هالقصر بكرة الصبح. مستحيل، هالشي مستحيل يصير، مستحيل. ما بروح من هذا القصر، السلطان سليمان رح... خسي، اوعك تذكري اسم السلطان سليمان. السلطانة الأم قررت وانتي نفذي، هذا أمر. الله يوفق سلطان الأم وخلينا إياها. شفتي شلون خلصتنا من هالجارية الروسية؟ مولاتي إن شاء الله بصير كل شيء مثل ما بدي. أكيد رح يصير هيك. لو تعرفي قديش حابة أشوف وشها لهديك الجارية. رح قوم روح، وإن شاء الله بتعيش عذاب جهنم بالمكان اللي بتروح عليه إن شاء الله. أنت مبسوطة هلأ يا ناهي الدوران؟ هالحفلة كتير حلوة بوجودك معنا يا سلطاني. إن شاء الله من اليوم وطالع رح يكون في عنا حفلات كتير، ما هيك يا خديجة؟ المهم إنه السلطان سليمان يرجع لنا بالسلام، وإن شاء الله كل أيامنا بتصير حفلات. يلا قومي على غرفتك، البكي ما رح يغير أي شيء وما رح يغيروا رأيهم. بدي روح أحكي مع السلطان الأم وأطلب منها تسامحني. يلا يلا على غرفتك بسرعة. لك يا مجنونة اهدي. ألف مبروك يا عروس. أنا أبداً ما رح أتجوز، هذا القصر إلي ما رح أتركه. أنا حصير مرته للسلطان، مرته يلي بحبها. وانتبهي منيح، ممنوع إنك تلمسيني، بتموتي.
درة خانم، خدوا هالجارية القليلة الأدب من قدامي. أنا ماني جارية، أنا هيام، هيام السلطانة. سنبل آغا، لا تسمح لهم يجوزوني. بوس إيدك، ما بيجوز، حرام، والله أنا ما بستاهل. شو مين مفكرتيني يا هيام؟ أنا ما بيطلع بإيدي شي نهائيا، ما حدا بيقدر يعارض السلطانة، والله بيطير راسه بلمح البصر. وليش كنت أعطيك ذهب؟ شو عالفاضي كله؟ طيب اخطفني وخبيني. ايه انت شو ما بتفهمي؟ خلص الموضوع انتهى، بدك تروحي. سنبل آغا، سنبل آغا. ايه ست فريال، يلا جاي. سلطان الام بدها هيام، خليها تنزل. روحي لشوف، انتبهي اوعك تحكي مثل المجنون قدام السلطانة الام. شو ما قالت بتقولي حاضر، وإلا بيروح راسك هالحلو. يلا تحركي، يلا تحركي. لك انت شو مفكرة حالك حتى تجي تعارضي قراراتي؟ انت بالنهاية جارية، واللي بقوله بتساويه بدون نقاش ومن دون اي اعتراض. مفهوم شو عم بحكي؟ سامحيني، الله يوفقك. مستحيل، اصحك تفتحي تمك، اللي ساويتي مستحيل اغفره. انت قللتي ادب وارتكبتي ذنب كبير كتير. انت عقوبتك كان لازم تكون قطع الراس، مو نبعتك عروس. بس انا ما رح صير عروس، هداك الزلمة غريب بالنسبة إلي، أنا صرت مرة مسلمة. معقول ما ترحمي مسلمة؟ سكتي، لا تجيبي ذكر ديننا على لسانك لأنك ما بتفهمي منه شي. درة، خديها من هون وحبسيها، ما بدي شوف وشها أبداً، وبعتوها لعريسها اليوم قبل المساء. يا سلطاني ما بقدر روح، أنا فعلاً ما بقدر روح، أنا حامل. هيام، هيام، ما يكون حدا شافك وانت جاي لعندي؟ لا، شو قالت لك السلطان الام؟ خوفتني وبهدلتني، هي مصرة انها تجوزني. قلت لها هالشي ما بيصير لاني حامل. وطي صوتك، كذبت عليها. والله لا يقتلوكي إذا كشفوكي كذابة. بدي أهرب، متساعديني؟ لا مستحيل، أوعك هيام. لا تكوني جباني ماريا، ما فيني ضل. فريال إجا، تسكري الباب. إمتى رح تروح الست هيام؟ ولا رح يعملوا العرس هون؟ ما في لا عرس ولا شي بنوب، بدها تضب غراضة وتروح على قديرنا هنيك العرس. يعني أنت ما رح تتعب بالطبخ والنفخ؟ لا لا، أم السلطان ما رح تبعتها هيك بهالسهولة، لأنه السلطان كتير كان معجب فيها لهالبنت. شو رح يصير يا سنبول لما يجي السلطان ويسأل وين هيام؟ شو رح يقولوا له؟ مولاي، هو أكيد قايلها للسلطان يتجوزها بغيابه. شو عم بتساوي هون يا سنبل؟ الكل عم يدور عليك. قلت لهم وقفوا، هلأ أنا بلاقي. أكيد بيكون بالمطبخ عم يأكل. ما بتبطلوا لعي؟ كنا عم نراجع الحسابات سوا. وانت شو دخلك يا شكري؟ شو انت ما عندك شغل؟ يلا لشوف على شغلك. أصلاً أنا لازم روح على المستودع هلأ، عن إذنكم. خير يا درة خانم، أكيد في شي مو منيح صاير. هيام عم بتقول إن حامل.
يا ما شاء الله، شو هالحظ هاد؟ كل ما منقول هالبنت وقعت هوب بتنط وبتجي واقفة. يا لطيف. سلطان الأم شاكة ومو مصدقتها. روح أنت وخد وعطي معها شوي، هي بتثق فيك وبتصارحك، ما هيك؟ شو يا ولد؟ كأني حاسك مهموم ومتلبك. لا تقلق يا ابني، هلأ ما بتلاقي غير هيام خانوم جهزت وصارت عندك. لا ما في أي مشكلة، خليهم على راحتهم. طلعت حلوة مثل ما حكيت السلطان الأم، وانت شو عجبتك؟ ايه كل شي حكوه طلع صحيح. هلأ سنبو الأغا رح يجي ويعطينا الخبر، لذلك طمن بالك رح تاخد مرتك وترجع فورا على قديرنا. طمنيني هيام، كيفك اليوم؟ منيحة. لكن ليش عم تتقطقي وترجفي؟ المفروض اليوم يكون أسعد يوم بحياتك، مو أنتي حامل؟ والله ما كنتي تحلمي فيها بنوب. هلأ ما عم تتهدي، كيف إذا جبتي له الصبي؟ والله ما أنك قليلة أبداً يا هيام. حموت من الخوف. مين اللي مخوفك؟ ناهد دوران، رح تحاول تموتني. إذا كذبتي بخصوص الحمل بتموتي، ما هيك يا فريال؟ طبعاً أنت بتذكري الجارية الرومية اللي كذبت. طبعاً لساتني بتذكرها. وقت ادعت إن حامل فقدمنا لها الهدايا والجواهر، بس طلعت رابطة مخدة تحت فستانة. بعدين كشفوا عليها وعرفوا انها بنت كذابة. مالك علي يمين، شقوا لها بطنه وفتحوا لها. يا لطيف ما بنسى قديش صرخت وطلبت الرحمة. قولي لي صحيح، انتي حامل؟ هيا قولي لهم الحقيقة وارتاحي، انتي مالك حامل. مزبوط، مو حامل، بس عشقاني. بعشقه لسليمان. بس هو هلأ مو هون، مستحيل اتجوز. إذا لمسني زلمة تاني غير سليمان بقتله. بس يا خوفي يا هيام يقتلوكي، يا خوفي. ماريا بدي اياكي تساعديني، خبيني عنهم، هربيني. طيب أنا رح ساعدك، قومي نطلع يلا. ما رح نلحق، ليكن إجوا ليقتلوني. حضرة الباشا، السلطان الأم عم بتقول التجهيز رح يتأخر شوي، لذلك رح يتأجل التسليم لغاية بكرة الصبح. سلطاني بتأمر ونحن مننفذ، فنحن بأمره. إيه؟ لكن ابننا رح ينام ليلة تانية لوحده. بعدي عني، بقتل حالي إذا قربتي. طلعي برا. لا يا بنتي، أوعك نزليها من إيدك. هاتيها. لا تقربي، طلعي.
ويام خانم هاتي لهم. ليكي كيف انجرحت ايدك؟ خلينا نضمد لك اياها بالاول. بدك اياها تضل تنزف؟ يلا لشوف. يلا ضمدي لإيدا، المسا بدنا ناخدك لعند الحكيمة. لا لا تجبروني، بقتل حالي. ها ايه حاجتك بقى هيام، شو هالحركات الولادية هي؟ الحكيمة رح تفحصك وخلص. ليكي فريال، انتي ضلي هون. ما رح ساوي لك شي، تعالي عدي. يلا قومي البسي، خلصنا. حكيمة طمنينا، شو وضعها؟ شو النتيجة؟ شو صار لك؟ ردي. مبروك، انتي حامل يا بنتي. مو جايكي نوم؟ مو هيك،
بس أنا أجيت لحتى أشوفك مولاتي. شو النتيجة؟ قولي بسرعة. هي مو كذابة مولاتي. هأمل. اللهم لك الشكر. ولدي سنبولة، سنبولة. الله يقطعه لسانك، شو بدك؟ أنا جوعانة، بدي وجبة لآكل. شو دخلني؟ مو من شوي إجا الأكل وأكلتي؟ من شوي طبخوا فري وحشوهم بالرز، فيك تجيب لي شوي إلي ولابني لناكلهم؟ هلأ اشتهيتي الفري يا ست هيام؟ روحي من وشي، أنا مشغول ومو فاضيلك، عدي جوا ولا تطلعي أبداً. شوف سنبل، ابن السلطان جوعان، يلي هو ابني، يعني إذا عم يطلب إنه يأكل، أنت حتمنعه؟ وإذا عرف السلطان؟ هيام سلطان الأم بدها ياكي بسرعة. يلا يلا سنبل آغا، اوعى تنسى يلي طلبته منك، راجع. إن الله مع الصابرين. سلطان الأم ليش بدها ياني؟ رح تبهدلني وتعاقبني. ما بعرف، قالت لي نادي لا ناديت لك. ما رح تبعتني عقديرنا ما هيك؟ احكي فريال. هزي براسك وبس وما تردي عليها أبدا، وأكيد وقتها ما رح تبعتك. يلا يلا. ليك انت كتير عم تعطيها وش لست هيام، بكره بتصير تركب على ظهرنا. هلا بتطلب فري وبكره بتطلب فيل. حاجه تخبيص شبك شكري، الست هيام حملت من السلطان، شو بدك اكتر من هيك؟ مجبورين نعطيها وش. خير بظن عم تدير بال عليك، اكيد عم تعطيك اكياس ذهب. كأنه لسانك يا شكري كتير طولان، شو مشان اكياس الذهب اللي عم تجيك من اصحاب المحلات بالسوق؟ ولا يهمك، صحة على قلبه، تفضل الفري جاهز. بعت لي صينية هالحلويات لكان، اشتهيتها كتير. على عيني تكرم. إذا أخطأت بشي يا سلطاني بطلب العفو منك. قلت لهم ينادولك ويجيبوكي لهون مشان نبهك. في قوانين معينة بهالقصر وهي مفروضة عن نسوان الحوامل. الست فريال علمتني ياهن وأنا حفظتهم. أوعي تنسي وإلا حتتعاقبي. الولد لازم يولد متعافي، ولهيك من اليوم رح يعطوكي غرفة خاصة إلك. وما بدي إياكي تصولي وتجولي وتعدي تعملي مشاكل مع باقي الجواري. إذا هالولد بينصاب بأي مكروه رح موتك. هاد الولد مو ابنك، هو ابن آل عثمان. أوعك تنسي هالشي أبداً. هلأ فيك تروحي. ست فريال وزعوا عصير وحلويات، خلي الكل يعرفوا إنه هيام خانم رح يصير عنده ولد من ابن السلطان، الله يديم عزه.
صدفة ريال؟ يا ترى شو المناسبة؟ مولاتي السلطانة الأم طلبت نوزع عصير وحلويات بمناسبة الاحتفال بحمل الست هيام. صحتين. هيام مو كذابة، كل اللي قالته صحيح. طلعت محظوظة، مو مثلنا. مو وقت هالحكي الفاضي هلأ، حرام عليكم، لازم تدعولها. شكراً كتير. سليمان، أنا مستعدة موت مشانك. حميني يا أمي، في ولد ببطني وبنتك واقعة بالحب. سليمان كتير منيح وهو كتير بيحبني، وهلأ بالمعركة حموت من خوفي عليه. بتمنى يرجع من شاني ومن شان الولد يلي رح جيبه.